السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعلمكم طريقة كيف تنظف الكيبورد. شوف انا شلون الكيبورد وسخ، تشون كل زرار بيدكم بعدين وتجيبون نفس السطل وتملونه مي وتحطون الازرار تخلونها تنشف، عشان نخليها قاعد تنشف، وتجيبون فرشاة، اي فرشاة عندكم تكون قديمة ووسخة او ما حد يستعملها تاخذون وكذا. وشو تمام، بعدين بينهم بنظف ورجع. بس اول ما تنظفون خلاص تاخذون السويتشات، بس لازم تكون السويتشات جافة، لو كانت في ماء يمكن يأثر عليك بالكيبورد، يعني شوف نفس كذا يأثر عليك من داخل. فالحين بنظف واجيكم. وبس يا شباب، هني بعد ما نظفته تقريبا نظفت 80%، والان يا شباب الحين تقريبا وصلت نص الشغل، وهذه السويتشات قاعد اركبها. اول ما اخلص برجع لك. بس يا شباب هذه النتيجة، كأنه جديد، شاري كيبورد جديد. وبس وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسون لايك واشتراك، واذا تبون ننزل شروحات اكثر اكتب تحت بالتعليقات. وبس، السلام عليكم.